جزيرة العرب بشكل عام ونجد بشكل خاص هي طاردة للسكان بطبيعة تكوينها الجيولوجي والجغرافي طاردة للسكان، وخرجت منها هجرات كثيرة إلى مختلف الأنحاء حيث رغد العيش والخصوبة والمياه والرزق. وكل الجماعات والفئات التي خرجت من الجزيرة العربية ومن كلها انصهرت في المجتمعات القريبة منها إلا مجموعة واحدة التي قصدت بلد الزوير. هذه المجموعة كونت نجد صغيرة في الزوير. الزوير تأسست في عام 1300 تقريبا للهجرة على أنقاض البصرة القديمة، وعندما أتتها جحافل النجديين المهاجرين كونوا فيها بلدة وإمارة خاصة بهم، نقلوا إليها كل ما في نجد من طباع وخصائص سواء في العمران في العادات في التقاليد في التنافس حتى على الحكم، نقلوا إليها وكونوا مجتمعا نجديا صرفا وأحاطوها بسور، وأخذت الأعداد تتزايد فأصبحت الزبير مقترنة بنجد في كل فترات التاريخ التي سبقت رجوع أهل الزبير إلى المملكة. هذه الحقيقة جعلت من الزبير متنفس وملاذ لكثير من النجديين. جدي عبد العزيز بن عبد الله بن حمد بن حمد الشيخ المؤرخ هاجر إلى الزبير وكان هو في تويم إمام مسجد الطالعي، وتزوج الجد عبد العزيز من دلال الدجين، والدجين من أسرة من أسر الروضة، فأنجبت له الوالد عبد الله والعم عبد الرزاق. طبعا الوالد تعلم وقرأ وحفظ القرآن وتزوج من والدتي وضحة بنت عثمان التويجري، وبعد زواجه عمل في القنصلية السعودية في البصرة، ثم عمل في السفارة السعودية في بغداد، ولكن بقاء في بغداد لم يدم طويلا فقد كان يعاني من الغربة والبعد، فآثر الاستقالة والعودة إلى الزبير.